السلام عليكم. الجيش الإسرائيلي تمكن من تنفيذ توغل في عمق قطاع غزة، هو الأخطر منذ بدء الحرب إسرائيل على قطاع غزة بأكمله، ولكن كانت هنالك تطورات عسكرية غيرت نوعا ما من الموقف العسكري الذي يجري في القطاع. وطبعا تفاصيل هذا الاختراق نشرتها وكالة الأناضول التركية بالإضافة إلى NDTV وأيضا تايمز أوف إسرائيل وعددا من المواقع الرصينة حتى العربية منها. ونشر وما جاء من هذه التفاصيل ومن عملية الاقتحام، جاءت مصورة من الجانب الفلسطيني على ما يبدو بأن كان هنالك مراسلين فلسطينيين يتحركون وكانت أمامهم عربة مدنية التفت مباشرة كما تلاحظون بعد ملاحظتها أن هنالك دبابة إسرائيلية من نوع الميركافا كانت حاضرة استهدفت هذه العربة كما تلاحظ المدنية، وقاموا بسرعة بعملية التفاف والهروب تماما من الخطر، لأن الدبابات الإسرائيلية واضحة النهار صباح هذا اليوم كانت موجودة في هذه النقطة. ولو تلاحظ بأن في المقطع هنا مكتوب بأن الدبابات الآن على شارع صلاح الدين في قطاع غزة، الشارع الذي يتحدثون عنه هو الشارع الرئيسي الذي يربط طبعا قطاع غزة بالمناطق الوسطية والجنوبية مثل مخيم النصيرات وكذلك مخيم البريج، وبالتالي هذا هو الطريق. وتأتي ممكن أن تكون ويكون هذا الاقتحام على أي نقطة موجودة من هذه الخارطة بسبب أنه طبعا طريق رئيسي، ولكن كانت هنالك بعض اللقطات عندما عاد والتف هذا الشخص الذي كان موجودا على متن السيارة، كانت قد ظهرت طبعا إلى اليمين عددا من العلامات المهمة التي سنراها. نلاحظ بأننا أمام نقطة مبنية هنا تبدو وكأنها قد تكون نقطة كهرباء أو استراحة أو غيرها، ولكنها هي نقطة مبنية واضحة، وهنا عمود كهرباء واضح بأننا أمام طريق يأتي بعد هاتين العلامتين المهمة. وبالتالي إذا ما اقتربنا بالصورة أكثر ستلاحظ بأننا أمام طريق فعلا هو يأتي على شكل ذهاب وإياب، ترى بالجزر الوسطية واضحة، وتلاحظ أيضا علامة تأتي بهذا الاتجاه بعض النقاط الموجودة الرئيسية على وسط هذه الجزرة، وتلاحظ أن هنالك قطعة شجرة في الخلف، وطبعا هذا هو الذي ترونه العمود الكهربائي. وطبعا واضح الطريق بأنه لا يقبل الخطأ أبدا لأنه طريق رئيسي للغاية، وبالتالي أيضا إذا ما اقتربنا من هذه القطعة فعليها كتابة كما تلاحظ، والكتابة إن دققت بها فستجد بأن ما هو مكتوب هو مجمع النور السياحي، وهذا هو طبعا النور السياحي يصبح أكثر وضوحا هنا في هذه المنطقة التي ترونها. بالتالي ببساطة بأخذ كل هذه العلامات وبأخذ بعين الاعتبار بأننا أمام مجمع النور السياحي لكي نتأكد من طبيعة أين تتوقف هذه الدبابات الإسرائيلية وكيف تم هذا الأمر. طبعا طريق صلاح الدين الذي تحدثنا عنه يأتي بهذا الشكل، بالبحث عن المجمع أين يتواجد. إذا ما توقفنا سنجد هنا في هذه النقطة تحديدا، ستجد أن المجمع ببساطة هو هنا، هذا المجمع المذكور طبعا، وهذه مستشفى الصداقة التركي، وهذا هو طريق صلاح الدين، وهذا هو الطريق المباشر المؤدي إلى هذا المجمع. وبالتالي نحن معنيين تماما بهذا الطريق تحديدا، هذا يرشح بأن الصورة التي ظهرت هي هنا. وبالتالي إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة مرة أخرى لنقارن العلامات التي رأيناها طبعا، سنجد مباشرة بأننا أمام علامات تبدو متشابهة، نقوم بالالتفاف 180 درجة وسنرى بأننا فعلا أمام علامات متطابقة تماما، تجد النقطة الاستراحة أو المبنية هنا مع العمود الكهرباء، طبعا الطريق متطابق طبعا ذهابا وإيابا، الجزر الوسطية بالعلامات التي رأيناها مع الإشارة التي تحدثنا عنها المرورية، وطبعا هذه هي الشجرة وأيضا القطعة مع هذه النقطة الصغيرة أو الظل الواضح للعمود الكهربائي الذي يأتي بعد هذه النقطة، وهذا هو الطريق، وكل شيء طبعا واضح وكل شيء متطابق، ويوضح أن عملية الانسحاب لهذه العربة هي كانت بهذا الاتجاه. هنا إذا ما اقتربنا قليلا ستجد بأن نفس العلامات تماما متطابقة مع ما رأيناه. على هذا الأساس هذا يوضح بأن الدبابات الإسرائيلية كانت موجودة في نقطة معينة هنا، خاصة إذا ما اقتربنا فإن عملية التفاف العربة كانت من أول فتحة، من هذه الفتحة التي ترى
يرونها. بالتالي الالتفاف كان بهذا الاتجاه. بالتالي القصة ببساطة من هذا المقطع السريع الذي رأيناه توضح أن الجانب وأن عملية التصوير كانت عربتين تتحرك بهذا الاتجاه، والعربة التي رأيناها التي ضربت من قبل الدبابات الإسرائيلية كانت هنا، فتمت عملية الالتفاف ورأينا كل العلامات التي تطابقت معنا. وهذا يعني بأن الدبابات الإسرائيلية كانت متواجدة في هذه المنطقة صدق أو لا تصدق، حاضرة وقاطعة لطريق صلاح الدين بأكمله بهذا الشكل. طبعا إسرائيل لم تذكر شيئا بهذا الصدد. التصوير هو يأتي من الجانب الفلسطيني تحديدا، من مراسلين على ما يبدو كانوا ذاهبين لتغطية الموقع طبعا، وجرى ما جرى. وبالتالي وعلى هذا الأساس يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هنالك معلومة من الجيش الإسرائيلي تحدثوا بأنهم وجهوا ضربات عنيفة لقطاع غزة وشمال قطاع غزة 600 ضربة الليلة الماضية. كانت ضربات عنيفة للغاية، هم يستخدمون فيها أيضا قنابل مخترق القبو البنكر باستر لضرب طبعا الأنفاق الخاصة بحركة حماس. وبالتالي في ظل هذه الضربات وفي ظل هذا الغطاء الناري الكبير أيضا، الجيش الإسرائيلي استغل مسألتين. استغل المسألة بأن هنالك قناة مائية هنا كما تلاحظون، هي تفصل المنطقة الشمالية بمنطقة مخيم البريج والنصيرات، واستغلوا النار واستغلوا أن هذه المناطق طبعا لا تتواجد فيها الكثير من المدن والمساكن، وبأن الطريق الرئيسي الرابط بصلاح من صلاح الدين إلى هذه المناطق الوسطية والجنوبية هي نقطة رئيسية للتقدم. وبالتالي الجيش الإسرائيلي طبعا كان حاضرا بالدبابات والمدرعات الخاصة به واستغل الموقف وتقدموا طبعا بهذا التوغل، هو يعتبر الأخطر على الإطلاق، ليسيطروا تقريبا على هذه المنطقة ويقطعون الطريق تماما على طبعا على هذه المدينة، على مدينة غزة التي يحاصرونها ويضغطون عليها ويضربوها بضربات عنيفة وعنيفة للغاية. ولكن كان هنالك بيانا صادرا من الفصائل الفلسطينية تحديدا حركة حماس التي أكدت بأنهم تصدوا لهذا الهجوم الإسرائيلي بكمين محكم وألحقوا الخسائر بالجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي انسحب من هذه النقطة. ليس هنالك تصويرا، ليس هنالك شيء يوضح إلى أي درجة الجانب الإسرائيلي قد انسحب، إن انسحب فعلا من هذه المنطقة. ولكن بشكل عام واضح جدا أن الجيش الإسرائيلي يتبع تكتيك الهجمات البرية المحدودة، يتقدمون وينسحبون. التقدم لاستنزاف القوات الدفاعية الفلسطينية الموجودة من الفصائل الفلسطينية هنا، وبعدها ينسحبون إن كان هنالك ضغطا، يحددون المواقع تضرب مرة أخرى ويتقدمون مرة أخرى. بالتالي هو تكتيك إسرائيلي فيه مباغتة كبيرة للغاية من الجانب الإسرائيلي. وبالتالي لا نستغرب أبدا أن يعودوا مرة أخرى بعد قصف كبير لهذه المواقع مرة أخرى ليتقدموا ليسيطروا على هذا الطريق بنفس الطريقة التي تحدثنا عنها، بسبب أن هذا الموقع بشكل عام إذا ما أخذنا اللون الأصفر فإن هذه المنطقة كما تحدثنا الكتفين لهذه المنطقة هي عبارة عن نقاط نوعا ما جغرافيا ضعيفة، نقطة ضعف جغرافية. ليس هنالك مدن ممكن أن تحتمي بها الفصائل الفلسطينية، قد لا يكون لها إلا بعض الأنفاق التي ممكن أن تستخدمها. وبالتالي الجانب الإسرائيلي المنطق أن يسيطر على هذه المنطقة، وأيضا أن تأتي حتى السفن الإسرائيلية. يجب أن لا نستغرب أبدا أن يقوموا بعملية إنزال أيضا في هذه المواقع، أو حتى تسلل عبر المياه بهجوم من المياه، وبالتالي يسيطرون على هذه المنطقة بهذا الشكل لمحاصرتها في ظل القدرات العالية التي يمتلكونها. أيضا الجانب الإسرائيلي قد تمكن حتى هذه اللحظة بحسب العديد من المصادر بأنه تقدم ولا زال متقدما ويسيطر على هذه المنطقة تقريبا التي تأتي بالقرب من البحر المتوسط باتجاه طبعا مدينة الرمال العاصمة، طبعا العاصمة الإدارية لمدينة غزة. وأيضا أن هذه المنطقة التي ترونها تقدم إليها الجيش الإسرائيلي بحسب ما تحدث عنه الواشنطن إنستيتيوت، معهد واشنطن الأمريكي. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى الوور مابر اليوم في آخر صورة محدثة لطبيعة هذا التقدم، ستلاحظ بأنهم يوضحون الاختراق الذي تحدثنا عنه هنا، وأيضا يوضحون عملية التقدم الثابتة للجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة. أما المنطقة التي تحدثنا عنها هنا فهي كانت واضحة من قبل طبعا معهد دراسات الحرب الأمريكية الذي يوضح عملية التقدم الثابتة المتفق عليها من كل المصادر هنا، وأيضا أن هنالك نوع من التقدم مع مشاركة
مداغلة بيت حانون بشكل مستمر. وطبعا هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي لديه الكثير ليقدمه في هذه المعركة، ولكن هو لا يتحدث، لا يتحدثون عن أي مناطق بالضبط يسيطرون عليها. نشروا مقطع وزارة الدفاع الإسرائيلية قالوا بأنهم شيئا فشيئا يسيطرون على المباني، أي أنهم شيئا فشيئا يدخلون في نقطة حرب الشوارع مع الفصائل الفلسطينية، وفي الليل يقومون بعملية الاقتحام كما تلاحظون في مدينة قطاع غزة بهذا الشكل، ويحققون هجمات فيها مباغتة وعامل المباغتة عالي للغاية. وأيضا في نفس الوقت أن الطائرات الإسرائيلية أو حتى الأمريكية الاستخبارية، ليس واضحا ما نوع هذه الطائرة التي سجلت بحسب الفلايت ريدار 24، كانت تحلق لساعات طويلة فوق خان يونس وفوق رفح، وقد تكون هذه لتجميع معلومات استخبارية، نقاط ضعف، نقاط قوة، أو حتى البحث عن الأسرى. يجب أن لا ننسى بأن الرهائن لا زالت هي مسألة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل لتحريرهم، وقد نكون أمام عملية خاطفة لتحرير بعض الرهائن، ونرى إنزالا سريعا إن ما وجدوا نقاط ضعف واضحة في هذه المنطقة. ولكن بشكل عام وحقيقة ما يأتي على الأرض أن الفصائل الفلسطينية رغم كل الضغط من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي لا زالت تسيطر على الأرض، على قطاع غزة بأكمله، ولا زالت تقاتل على كل متر من 360 كيلومترا، وهم استعدوا أساسا لمثل هذا السيناريو منذ سنين طوال لمواجهة الجيش الإسرائيلي، مواجهة عملية الحصار الكبير الذي ممكن أن تتعرض له. وأيضا في نفس الوقت يجب أن لا ننسى وكما تحدثنا، الولايات المتحدة الأمريكية اتفقت مع الجيش الإسرائيلي على مسألة الهجمات البرية المحدودة وليس الاجتياح الكامل، وذلك للعديد من الأسباب. الانتشار الأمريكي لم يكتمل. يو اس اس دوايت آيزنهاور حتى 48 ساعة الماضية تم تأكيد بأنها عبرت مضيق جبل طارق ولا زالت في طريقها إلى المواقع التي تم توجيهها إليها من مواقع القيادة المركزية الأمريكية. وبعض المعلومات تحدثت بأنها من المفترض أن تذهب إلى بحر العرب أو خليج عمان بحسب مصادر خاصة تحصلنا عليها سابقا. بالتالي لا زال الانتشار الأمريكي ليس مكتملا، المنظومات الدفاعية لم تنصب في هذه المنطقة. وأيضا في نفس الوقت بأن لازلنا أمام مسألة الأسرى، وهي مسألة مهمة للغاية بالنسبة للجانب الأمريكي والجانب الأوروبي بشكل عام، وهي ورقة تلعب عليها حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي بأن كان هنالك اجتياحا كاملا لهذه المنطقة قد يعدم هؤلاء الأسرى، وهي بالتالي قوة ونقطة قوة وورقة رابحة بيد الفصائل الفلسطينية. وأيضا أن الجبهات متعددة على الجانب الإسرائيلي، يجب أن ننتبه بأن الجهد العسكري الإسرائيلي وليس بالكامل قادم وموجه على قطاع غزة، لا، بل أن هنالك لبنان وجنوب لبنان، هنالك أيضا سوريا في نفس الوقت أيضا والفصائل الموجودة هناك، وأيضا جماعة الحوثي من الممكن أن يضغطون أساسا على العمق الإسرائيلي. وبالتالي في ظل التطور الذي رأيناه، الذي سيطرت من خلاله القوات الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية على نقطة مركزية مهمة من شارع صلاح الدين الذي يربط بين شمال قطاع غزة ووسط وجنوب قطاع غزة، يجب علينا أن نتوقع بالمزيد من التصعيد القادم من حركة أو من حزب الله اللبناني ومن الفصائل المسلحة الموالية لإيران في سوريا. وبالتالي هم بحاجة الجيش الإسرائيلي لأن يكون متنبها ومتيقظا لما سيأتي من ضغط من هذه الأطراف. وأيضا في نفس الوقت يجب أن لا ننسى الفصائل المسلحة العراقية، فهي لا تصعد فقط في العراق تجاه مستشارية التحالف الدولي في القواعد العراقية داخل العراق، لا أبدا، بل هم يصعدون أيضا على القواعد الأمريكية الموجودة طبعا في الداخل السوري، إن كانت التنف أو حقل العمر النفطي أو كونيكو، والضغط يأتي كبيرا طبعا على القاعدة عين الأسد وكذلك القواعد الموجودة في إقليم كردستان، لا بل إن هنالك حراكا وحديثا في الداخل العراقي من بعض قيادات الفصائل، من بعض الشخصيات المعروفة والمؤثرة في الداخل العراقي، لا بل حتى حراكا برلمانيا من أجل إخراج مستشارية التحالف الدولي من العراق. البعض منهم طالب بشكل واضح بإغلاق السفارة الأمريكية أيضا، لأنهم يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد إسرائيل في عملية الهجوم على قطاع غزة، وبالتالي هم يريدون الذهاب بهذا الطريق. وهنالك الكثير من الكلام حول هذه المسألة، ولكن في ظل الكلام السياسي الكبير الذي نتحدث عنه، هنالك تصعيد خطير في سوريا وفي الداخل العراقي، وخاصة وأننا كنا أمام ضربة كبيرة جاءت على الحدود العراقية السورية
فجر هذا اليوم تطور على أثرها العديد وتطورت على أثرها العديد من المسائل الخطيرة للغاية عسكريا باتجاه القواعد الأمريكية، وكالة عين الفرات بالإضافة إلى مرصد السوري لحقوق الإنسان، وحتى أن مركز خاتم الأنبياء للإعلام المقاوم على قناة التليجرام كلهم تحدثوا عن هذه الضربة، ولكن هذا المركز قال بأن الضربة كانت عبارة عن ضربة من طيران الجيش الأمريكي، وتحدثوا عن تفاصيل هذه الضربة التي جاءت تحديدا في منطقة البوكمال. والجيروزلم بوست أيضا قالت بأنها كانت عبارة عن ضربة أمريكية، رغم أن ليس هنالك أي بيان أمريكي حتى هذه اللحظة عن أنهم قاموا بهذه الضربة. وهذا هو المقطع المنتشر لطبيعة الضربة الكبيرة التي جاءت بهذا الشكل، توضح لك بأنها لم تكن ضربة عادية أبدا. هذه المصادر التي تحدثت عنه بأننا كنا أمام 7 شاحنات تماما قادمة من الداخل العراقي إلى الداخل السوري، وبأنها بمجرد ما دخلت إلى داخل سوريا من القائم إلى البوكمال جاءت هذه الطائرات أو طائرات مجهولة وقامت بتحقيق عملية الاستهداف طبعا والاستهدافات على هذه الشاحنات بأكملها. ليس واضحا كم هو الدمار، ولكن الواضح أننا لسنا أمام شاحنة أو شاحنتين، ولكن ضربت الشاحنات البقية. والتفاصيل السورية تتحدث هذه المواقع السورية بأن هذه النقاط أو هذه الشاحنات كانت تحمل صواريخا وأعتدة تنتقل من العراق إلى الداخل السوري، وجاءت الضربة حتى هذه اللحظة ليس واضحا إذا الولايات المتحدة أو إسرائيل هي التي ضربت، ولكن الضربة كانت حاضرة، والواضح بأننا أمام خسائر مادية كبيرة وحتى بشرية، لكن لا شيء رسميا حول هذه المسألة. بعد ذلك مباشرة جاءت الفصائل المسلحة المقربة من إيران لتقوم بعملية استهدافات تجاه قاعدة حقل العمر النفطي وقاعدة كونيكو، وقاموا باستهدافها طبعا، وهنالك ردة فعل بعد ضربة كونيكو كما تتحدث بعض المصادر السورية. الأمر طبعا تحدثوا من خلاله بأن هنالك ضربة باتجاه طبعا مواقع الميادين أو دير الزور، وهنالك ضربة أمام ضربة وتطورات خطيرة للغاية. لم نعد هنا في الأخبار أو لم نعد هنا كبرنامج أن نرى ما هي وما هو التسلسل، لن نعد نتعقب هذه المسألة بسهولة في مسألة من يضرب من وكيف هو تسلسل الأمور. نحن فعلا أمام ظروف تصعيدية خطيرة للغاية، ومعهد واشنطن طبعا الذي ترونه هنا أو طبعا معهد الانستيتيوت طبعا انستيتيوت فور ذا ستادي أوف وور هي التي طبعا ركزت على مسألة أيضا طبيعة الضربات حتى يوم أمس. طبعا هذه تغيرت الآن مع طبيعة الاستهدافات، لكنك تلاحظ أن قاعدة عين الأسد بشكل عام هي التي تعرضت إلى أكثر هذه الاستهدافات، وتلاحظ أن الشدادي استهدفت أيضا بشكل كبير، وتلاحظ أيضا قاعدة التنف استهدفت بنسبة أيضا لا بأس بها، وأيضا هنالك استهدافات لمطار طبعا أربيل الدولي الذي تتواجد فيه أيضا قوات التحالف الدولي، وبالتالي واضح جدا هم يريدون ضرب أيضا أي قاعدة ممكن أن تشكل عمقا لإقليم كردستان، وضرب هذه القواعد وضرب قاعدة عين الأسد وأيضا محاولة إنهاء التنف، وبالتالي الولايات المتحدة تخرج من المنطقة بأكملها. نحن أمام ظروف تصعيدية ليست طبيعية أبدا، وواضح جدا أن الأمور لن تعرف طريقا للتخفيض، لأن إسرائيل مصرة على عملية تحقيق تقدم أكبر في هذه المعركة باتجاه قطاع غزة.